معروفة كوكبة بعنابة التاريخي يلي كان يحمي أربع نواطير وينعصر بمعاصر قديمة محفورة بالصخر على أيام الرومان. تحافظ كوكبة على زيتونها الروماني الضخم المزروع قبل ولادة المسيح، فاهتمام أهل الضيعة بهذه الشجرة متجذر بين الأجيال كشروش الزيتون القوية في الأرض. بي عاش فيهن وجدي عاش بهالزيتونات، ونحن وولادنا إن شاء الله أنه راح يضل ذكر لنا. كتير تغربت وعشت برا، وكانوا كتير بيعنولي وهن شدوني لأرجع على كوكبة. كتير إجينا عروضات لنبيعهم لا يعملوا فيهم إشياء نحن مرضينا، وكتير من الطوارئ عملوا صورة غلاف مجلاتهم حتى بالنروج تكون زيتونة من هالزيتونات هودي. ساهمت طريقة العمل المتبعة التي تسعى إلى إشراك أهالي البلدة كافة في تجميع المعلومات على تعريف شامل لمعالم البلدة الطبيعية والثقافية.